مباراة للترجي مش بالأعداد كبيرة في مباراة اليوم. نستناو إن شاء الله في المسابقة القارية يتواصل التألق في الجولة القادمة أمام حوريا كوناكري. ترفع الكرة في القائم الأول والتدخل من الدفاع، يرجع الكرة في هجمة معاكسة. سعد بكير، بكير يلعب الكرة مع البدري، البدري البدري ايش يعمل بالكرة؟ يتيح المخالفة، لا مش موجودة حسب إشارة الحكم وليد الجريدي من مواليد 81. هذه كرة الهدف الأول، الهدف الأول لنجم المتلوي أبو بكر ديارة. مرة أخرى يصنع الفارق أمام ترجي في 5 دقائق لعب مباراة منذ البداية فيها هدف، مباراة يفتتح من خلالها المالي أبو بكر ديارة. الشباك ويزور مرمى الحارس رامي الجريدي. ننتظر المخالفة المنفذة من يوسف البليلي في الأثناء. تواصل هجمات الترجي من جهة حمدو الهوني والجهة اليسرى لهجوم الترجي والإضافات. ومن جديد أنيس البدري، أنيس البدري ممتاز الترجي الرياضي التونسي. التعديل لصالح أنيس البدري بامتياز. الترجي الرياضي التونسي يتمكن من التعديل، إذن النتيجة تصبح هدف مقابل هدف. يعاد من جديد للهدف المسجل بامتياز من جانب أنيس البدري. التمهيد لحمدو الهوني، ودائما رائع أنيس البدري في التسجيل مع الترجي الرياضي التونسي. يسترجع كامل مؤهلاته وكامل إمكانياته اللاعب اللي ساهم في إحراز الترجي على تشامبيونز ليج، وهدف ثالث رائع أمام الأهلي. إذن التعديل للترجي بفضل أنيس البدري.